هذا حزب أو لا، على الأقل لم يراد له أن يصبح حزبا، وأول واحد لم يرد له أن يكون حزبا هو الأستاذ البرجي، لأنه ما يحبش يطلع في وجهه واحد يقول أنا شرعي منتخب، وما يحبش. وأنا علاش خرجت من المكتب التنفيذي؟ لأنه نهارة اللي قلت لهم يا ناس نعملوا مؤتمر، لأنه مش معقولة أنه حتى شيء ما يربطنا إلا معناها لما اتفاق عليه، اتفاق على أنه أن ملتفين حول الأستاذ البرجي. قالوا لي راهو المؤتمر يكسر الحزب. قلت له عمره ما صارت في التاريخ البشري أن المؤتمر يكسر الحزب. حتى نهار من النهارات معنا قلت لهم بالنسبة لي أنا قضية مبدئية، أما توافقوا على مؤتمر ولا أنا أنسحب من المكتب التنفيذي. وانسحبت من المكتب التنفيذي، قلت لهم نهارة اللي تعمل مؤتمر أنا نترشح، وإذا ما طلعتش الله غالبك. فالحزب نداء تونس لم يراد له من الأول أن يكون حزبا. حب سلباجي حبوا أن يكون التفاف حول شخصه. اليوم فهمنا أنه لخدمة مصالحه الشخصية ومصالح العائلة. علاش الأستاذ البيجي من أول معناها من أول ما أسس الحزب، حتى قبل من أسس الحزب كان عنده نية أن يطلع الرئاسة باتفاق مع النهضة. معناها هذا الناس اللي كانوا قبل في الحكومة بتاع أستاذ البيجي، واحد منهم مثلا نعرفه مليح من أصدقائي، عيد له أستاذ البيجي في ديسمبر 2011 وقالوا تجي تخدم معي. قالوا وين؟ قالوا في رئاسة. معناها الأستاذ البيجي كان عنده وعد من النهضة أنه يجي للرئاسة.